بعمل مش هنا. لو جيت في مرة ظلمني حد يعلم ربنا ما جيتش مرة زعلت حد بعمل مش هنا. لو جيت في مرة ظلمني حد لا كلام حينفع على الندم أصبح فيه إلزم حدودك لو صار مصر الصعيد. لا كلام حينفع على الندم أصبح فيه. كمال الروح والعين والقلب تيجي السنين وتروح وانت اللي جوا القلب. وانا لو عايش عمري وحياتي من تاني كل لحظة هقول انت اللي ملكاني. يا روح الروح ضميني قلبي وروحي. يا روح الروح سيدي انت الحب نام خيال من السماء وما أحلى نسر للناس المغرمة. الناس المغرمة وراء الحب تلقى وجود الدنيا حلوة وندخل قلبي بيها. مساء الخير ومساء الفن والطرب أعزائي المشاهدين والمتابعين على قناة هلا الفضائية قناة المجتمع العربي في برنامج العندليب. ضيفنا في هذا الأمسية فنان عكي ابن مدينة الأسوار التاريخية مدينة عكا. فنان بدأ مشوار الفن وهو في عامه الثامن وتميز بصوته الجميل الذي لفت الأنظار إليه. تعلم الموسيقى والغناء والعزف على آلة العود بعدة معاهد موسيقية. بدأ بالغناء بالعراس وهو بجيل صغير وكان من أصغر المطربين في مدينة عكا والمنطقة، وذلك بسبب جمال صوته وإصراره وعزيمته على التقدم والوصول إلى الشهرة وتحقيق مشواره الفني. بدأ بالغناء لسلطان الطرب جورج وسوف، وبعد النجاح الذي عمل الكثير ليصل له وصلت شهرته للعالم العربي منها المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، سوريا والأردن ومصر. تزوج أثناء تعليمه وعمله فنجح في حياته العملية والزوجية معا، وبرز اسمه عاليا في سماء الفن والغناء وأصبح يحيي الحفلات الخاصة والعراس والمهرجانات. إنه ابن مدينة الأسوار الجميلة مدينة عكا الفنان يوسف حلوي، ويرافقه على الأورج الفنان المبدع محمد مهيب عثامني ابن قرية كفر قرع. كل التحية والمحبة وأهلا وسهلا فيكم، شرفتونا حبيبي أفيد. الله يسعد مساك ومسا الجمهور، وشكرا على الاستضافة الحلوة وعلى البداية الحلوة. الله حبيبي، الله يسعدك يا رب. في البداية بدي تعرف الجمهور قناة هلا الفضائية مين هو يوسف حلوي ابن عكا. حبيبي يوسف حلوي بني آدم إنسان الحمد لله رب العالمين، الله أعطاني صوت حلو. صوت حلو والعائلة حلوة؟ اسم العائلة حلو؟ حلو يا حبيبي الله يسعدك. طبعا بلشت أغني من الصغر الحمد لله. لقيت من جيل 8 سنين؟ من جيل 8 طبعا. بلشنا بالمدرسة مهرجانات وش مهرجانات وتعلقت بالموسيقى أكتر لحد ما صارت إنه الحمد لله. في المدرسة المعلمين شجعوك؟ أكيد طبعاً. أنا بالمهرجانات وبالحفلات التخريج وبالمدارس كنت من الأوائل اللي أغني، يعني كنت من المفضلين الحمد لله رب العالمين، واللي قلبت من الهواية لشغلي. طبعاً بهذا الجيل الصغير أنت كنت بحاجة لرعاية الأب والأم طبعاً. أكيد الحمد لله دعم. الحمد لله الله يخلي لأهلي الحمد لله ويطول بعمرين ما فلتونيش، يعني الحمد لله لليوم يعني ضلك ابن امك وابوك. حلو.
بدي تشرح لي عن مدينة عكا، مدينة الأسوار، المدينة الجميلة. تشرح لي، تعطيني نبذة عن مدينة عكا. طبعا معروفة مدينة عكا مش بس عندنا بالمنطقة، معروفة عالميا، مدينة تاريخية اللي انبنت وانهدت كتير عدة مرات، وحكمها عدة مدن حكمتها كان الحكم العثماني، كان الحكم البريطاني، وحكم الصليبيين. طبعا انا مش لقد متعمق بالتاريخ، بس بنعرف شغلات خفيفة، يعني اللي بنعرف انه مدينة اثرية. شو بتعني لك مدينة عكا؟ مدينة عكا روحي. روحك. طب انا بشوف في عكا في الشباب بنطوا عن الاسوار. طيب. عن انا منن يعني. يعني القفز على عن الطاقة والمنارة. صح صح، اي مزبوط. شو انت نطيت انت؟ الا طبعا، يعني كنا اولاد صغار كنا نطنط، نروح نسبح، ننط، نروح من المنارة للطاقة، من الطاقة للمنارة ننط. كديش ارتفاع النط يعني القفز؟ بين 12 ل 15 متر تقريبا. يا سلام. طبعا كلنا نطينا. شجاع يعني، مش كل واحد. لا يعني كنا اولاد يعني، واحد يشجع الثاني يلا نط نط نط، وكنا نروح نتصيد ونسبح وننط كل وقت هناك. يعني اليوم صدف هيك للواحد يروح لمشاغله. وانت كانت نقطة انطلاقك الانطلاقة للشهرة بأي جيل كانت يعني؟ بلشت أنا غناء بجيل صغير. كنت بعدني بالمدرسة غنيت بأعراس، بلشت بالمدرسة بأعراس مع فرقة، الفرقة شموع ذهبية طبعا يعني متجهة. اشتغلت مع فرقة شموع ذهبية؟ اصغر مطرب كنت بالشموع الذهبيه. يا سلام. طبعا حلو. بلشت بالشموع الذهبيه، طبعا تشجيع من الفرقه، من حبيبنا كمان نوجه له تحيه الفنان سهيل فودي. طبعا نوجه له تحيه، وبرضه كان عندنا هو طبعا انا استاذي، انا تعلمت عند استاذ سهيل فودي اول ما بلشت. طبعا تعلمنا موسيقى عند سهيل سهيل والله الصراحه صديق. الصراحه هو وصى عليك كثير حبيبي سهيل، يعني كثير بحبك ووصى عليك. سهيل اخ وصديق وعزيز واستاذ وصاحب العيله. سهيل يعني سهيل بنعد من العيله. سهيل غالي علي، عزيز وغالي. والشيء اللي حكى لي اياه في البرنامج مع سهيل فودي انكم الفنانين بعكا كثير متضامنين مع بعض وتحبوا بعض. هذا الشيء مش مفهوم يعني ضمنا يعني. طبعا طبعا كنا اولاد بلد مع بعض، ربينا بنقعد ناكل بنشرب مع بعض، حتى بتطلعوا تسهروا مع بعض. بنسهر مع بعض اكيد اكيد. شو حياة اجتماعية، احنا اصدقاء ولاد بلد صحاب، بنشوف بعض كتير، متعلقين ببعض، بنسأل على بعض برغم الظروف اللي احنا فيها، بس الحمد لله بنسأل على بعض. هل انت وصلت لوين بدك كفنان؟ اكيد لا. ولا بعد المشوار دائما دائما الفنان دائما عنده طموح، بحب يعمل اكتر ويساوي اكتر، وطبيعتي انا شوي كسول. انت راضي شو اللي وصلت الا له؟ لا اكيد لا. لو راضي فيش انا برايي الفنان اللي بده يتقدم دائما مش راضي عن شو بيساوي، بده دائما اكثر. طب ليش بتقول كسول عن حالك؟ كسول انا كسول. مش انا كسول، احنا بدنا ندربك كسول، نخليك شوي مجتهد مش كسول. انا كسول يعني، عندي مرات بتكاسل، بقول لي ما تعرفش ليه بتروح شلون بتروح شلون، بقلن ما فلتها وتسهيل. هل بس طبعا بشغلي بعمل شغلي وفني كيف اللازم بسويه صح. هل الفنان المحلي حسب رايك مظلوم كثير؟ انت مظلوم يعني؟ ليش؟ طبعا مش انا بس لحالي، كل المطربين، كل الفنانين المحليين مظلومين. احنا حكينا كثير حكيت انا وبرامج كثير حكيناها، بس هذا ما بقول، هذا مش انه اعلق حجتي عليها. طبعا شركه انتاج لازم تكون مثلا تدعم الفنانين، بس فيش عندنا شركه انتاج مثلا زي بالعالم العربي برا، احنا شوي محصورين هنا. يعني بيضطر البني ادم او المطرب يحط على حاله يستثمر من ماله الخاص على اساس انه يتقدم شوي فنيا. اهلك دعموك ماديا بفتره معينه؟ الحمد لله. طبعا اكيد دعموك. اكيد الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طيب ناش نتاخر على جمهورنا في قناه هلا الفضائيه. حابين تسمعنا اطربنا المعروف انك انت تتميز بصوت او جورج وسوف بلون لون لون لون, لون. انا بحب لون يعني. انا ربيت على لون جورج وسوف يعني من مصغري بحب، وقعد علي هذا ستايل اللي بقى علي، والكل يعني بحبني بهذا اللون. بس طبعا بغني كل الالوان لانه بالاعراس تعرف انه بتطلب منك كل الالوان، بس انه هذا اللون اللي ميزني بالبدايات.
بس يعني بنغني كل الالوان بس. طيب. طبعا اطلق وسوفك يلا يا يوسف حلوه حبيبي. الله يسعدك. الله يسعدك. يلا شو بدك تسمعنا؟ ملكة جمال الروح. حلو. يلا ملكة جمال الروح هي من اجدد الاغاني. يلا تفضل. ملكة جمال الروح. مين ملكة جمال الروح لك؟ صراحة ملكة جمال الروح اللي بتعطيك هالإلهام والفن طبعا زوجتي. الله أكيد. الله عليك. وإمي. الله يخليكم حبيب لبعض حبيب ويخلي لك إمك يا رب. حبيب قلبي طبعا الأم والعيلة الحمد لله. الله يخلينا الحمد لله. هاي الاغنيه اللي غنيتها ملكة جمال الروح هي اغنيه اخر اغنيه لجورج وسوف يعني من الاواخر اظن. من الاواخر. من الاواخر من الاغاني الجداد اللي عملهن مؤخرا يعني. انت متابع اخباره لجورج وسوف يعني؟ نوعا ما. انا حتى انا فايت بجروب اصحابي يعني بوجه لهم تحيه كمان سيف ووائل وعلي شباب من لبنان ومن سوريا من كل الوطن العربي مفوتين على جروب اسمه الجيش الوصوفي. حتى اني تعرف علي عن طريق السوشيال ميديا وفوتوني عندنا على
على الجروب وبتابعوا اخبار جورج وابو ديع انت بتغني لجورج وصوف ولا بتقلده؟ لا بقلد. مش تقليد يعني غناء. يعني انا غنيت لك الاغنيه. يعني بتغني بصوتك انت؟ بغني بصوتي. انا بحب ستايل تاع جورج، طريقه غنائه تعلمتها منه، التكنيك بغنائه، طريقه غنائه وطريقه الاغاني اللي بنقيها هو او الطربيات القديمه اللي بيسويها. عندك جرأة تقول ان صوتي احلى من صوت جورج وسوف؟ لا طبعا، لا اكيد لا. لا لا، مش انا اللي بقيم طبعا، الناس الجمهور. ليش لا يعني؟ سمعني بس. يعني الحمد لله الله اعطاني صوت يعني مقبول. انا ما بقولش على حالي صوت يعني، بقول يعني صوت مقبول يعني، بس الحمد لله عم بلاقي قبول حلو من العالم ومن الناس. في ناس بتشبه صوتي قريب لصوت جورج، بس انا يعني بغني بتكنيك وبغني بتعلمت مدرسة جورج. بس طبعا انا ما يعني، كل انسان له ستايل وله، بقدرش اجي اقول لك انا بغني احسن من جورج. في برضه فنانين عندنا في البلاد زينا في الفن المحلي برضه بغنوا لابو وديع. صح مظبوط. في عندك عماد اكيد وصوف. اكيد حبيبنا ابو وفي المعتز، وفي المطرب هيثم جشة. الا ابو علي وابو المعتز. مين في كمان يعني حسب رايك بقلده؟ هدول اكثر اثنين بحبوا كمان ابو وديع بغنوا لجورج، يعني هيثم جشة، عماد وصوف. طبعا كل فنانين بغنوا يعني. صوتك احلى من صوتهم ولا كيف؟ لا يعني لا. كل انسان جورج وسوف يعني بقصد، كل انسان له الستايل تاعه وله معجبينه وله ناس وله حبايبه. بالعكس انا من حتى انا من مستمعين هيثم. بالعكس انا عندي بالسياره بسمع لهيثم مرات. حلو. بسمع لهيثم كل احترام. بحب شغله، بجنن ابو علي. كل احترام. كل ماذا ينقص الفنان المحلي عشان يقدر يضاهي الفنانين في العالم العربي في الوطن العربي؟ بس بنقصوا بس تسويق واعلام. طبعا احنا بنشتغل على حالنا، احنا سوشيال ميديا، بدير لي حساباتي بالانستغرام شاب من لبنان بوجه له تحيه، وائل مصريه، صديق عزيز وغالي. هو بدير لي حساباتي بالانستغرام وبالسوشيال ميديا. بس طبعا بنقص عندنا شركه انتاج تسويق. اذا المطرب بده يعمل فيديو كليب بكلفه مبالغ كثيره، وبلا مؤاخذه مثلا بني ادم ملزم عنده كمان التزاماته، بصيرش. انا مثلا انا متجوز عندي 3 اولاد. الله يخليهم حبيبي. الله يحفظك. انت جواز صغير؟ طبعا. شو حبيت يعني صغير؟ لا الحمد لله. عندك 3 اولاد وقديش عمرك يعني اليوم؟ قد ايه بتقول انت؟ انا بقول 20. لا عمري الحقيقة 34. 34 بس الحمد لله ببينش علي يعني، مش مبين. بيعطيني هقل، بيعطيني هقل. لا الصراحة مبين عليك صغير. الحمد لله، هاي نعمة من ربنا. هاي يعني نعمة الواحد لازم يشكر ربه عليها. الحمد لله. وبالنسبة لزوجتك متقبل شغلك يعني كفنان وبتسهر الليالي؟ طبعا تعودت المعجبات تعودت، بس لابد من الامر يعني. طبعا كل مره بتخاف على جوزها، اكيد تخاف على جوزها. اي في غيره وغيره بتفرق يعني. في غيره تبكى، غيره في غيره وفي غيره. شفت قدرت في غيره بتعمل مشاكل زوجتك عبر الشاشه. بقول لها انه انا بحبك كثير ومستحيل يعني اتخلى عنها. طبعا اكيد الحمد لله. طيب هسه معناها هسه بدك تغني لنا حب وتهديها لزوجتك. اي اغنيه هيك حلوه عدوكك. كان يا مكان يلا تفضل. كان يا مكان يلا لما ياد حناوي اكيد. حبيبي كان هنا مالي الدنيا عليا بالحب والهنا. حبيبي انا اغلى من عينيا، نسيت من انا الحب اللي كان نسيته اوان من قبل الاوان. نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام
على غدر الإنسان والله زمان زمان والله زمان 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 والله زمان زمان والله زمان 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 والله زمان زمان يا زمان. الله الله الله. على فكرة صوتك قريب لصابر الرباعي برضو. ممكن المطرب التونسي صابر الرباعي كمان. صابر بسمع له كتير أنا. صابر الرباعي والجسار بسمع لفضل شاكر بسمع الأغاني يعني بحب ستايل معين بس بسمع لكل المطربين طبعا. بسمع لعمر دياب بسمع لعمر دياب بسمع لحكيم. أنت أكثر بتحب اللون الطربي والشعبي ولا اللون الرومانسي؟ اللون المفضل على قلبي أنا الطربي القديم القديم. بس طبعا بخلاش الامر تعرف جيل بيتجدد في كمان اغاني اليوم جديد كتير حلوه مثلا لادهم نابلسي. بشوفك بتحب الفنانين اللي بغنوا رومانسي زي عمرو دياب زي وائل جسار زي اللي ذكرت طبعا اليوم. بحب اخذ من يعني كل مطرب بحب اخذ من كل مطرب شغلات مثلا من حكيم بحب شغل فرقته بنحاول نعمل شغلات هيك بالفرقه من فرقه حكيم. فرقه حكيم حلوه. عمر دياب كمان ناخذ منه غناني شغلات باخذ منه الاشياء القديمه وعمل شغلات قديمه جددها مع فرقته. بحب شغل اللايف اكثر من شغل الفرق. حلو. من شغل الفرقه احلى من شغل من شغل التسجيلات استوديو لين ببين اكثر امكانيات المطرب امكانيات لما الفرق. انت بتغني وبتطلع حفلات بهمك مين بيعزف وراك؟ طبعا اكيد طبعا اكيد يعني انا بيطلعوا معي ناس مخضرمين وناس عازفين اكيد طبعا هو مني طبعا كريم مني من كفر قرع وفنان رائع فنان رائع جدا حبيب. واخترت عرفت مين تختار؟ طبعا طبعا انا بيطلعوا معي عازفين اساتذه يعني مثل ابو كريم حبيبنا الفنان محمد عتامني من احلى عازفين عزفوا معي وفي كتير عزفين الحمد لله وفرقه بتجنن معنا الحمد طيب لله. طيب انجاز بحياتك انت بتعتز وبتفتخر فيه؟ انجاز بحياتي عمل عملته بحياتك انجاز اللي انت ممكن البوم ممكن اغنيه أكيد ممكن أكيد. فيديو كليب يعني ايش اللي انت فنيا والله عملت فنيا يعني الحمد لله الانجازات عم تسويها يعني وين عم نروح الحمد لله عم نلقى حب الناس وعلى الناس عم تتقبلنا محبة العالم محبة الناس محبة الجمهور والحمد لله ورضا ربنا طبعا أهم من كل شيء. ما هي مقومات الفنان الناجح؟ شو لازم يعمل الفنان عشان يكون ناجح وظل متألق ومشهور وعنده شغل يعني شو مطلوب منه؟ فنيا لازم يكون نشيط أول شيء صوت تقنيا صوته أهم شيء الصوت طبعا الصوت الصوت مهم كتير لانه هو الصوت هو الاساس تاع المطرب صوته وحضوره على المسرح نشاطه فنيا طبعا اخلاقه مثلا هسه بنحكي انسانيا تفضل تفضل تواضع اخلاق يحب الناس ما يشوفش حاله لانه انت من الناس انت طلعت من الناس لان الناس حبتك هي بترفعك الناس ما حبتكش حلو اللي حكيته 100% عشان يكون انسان الفنان ناجح لازم يمشي هذول الاشياء طبعا البلتة. اكيد مزبوط لك اغاني خاصه من كلمات الحان محليه يعني عملت اغنيه اسمها انت الاغلى انت الاغلى انت الاغلى مين كتب كلمات ومين لحن ووزع انا عملتها تسجيل حبيبي وصديقي الغالي مصعب والويل حلو سجلت عن مصعب وعلى فكره هاي الاغنيه سجلتها انا ب 40 دقيقه سريعة جدا ما شاء الله عجبتني غناية فوت سجلتها دغري وسمعني موسيقى والحان فوت سجلتها وعملناها طلعت غناية كان الكلمات جاهز معك عملناها غنية بتجنن والحمد لله ان شاء الله لقدام نجحت الغنوية ب 40 دقيقة ونجحت الغنوية نسبيا حلوة 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 اغنية حلوة مش نجحت ما اشتغلناش عليها احنا كثير ولا فيديو كليب ولا عملنا غناية نزلناها طلعت حلوة تقدر تسمعنا مقطع صغير منها؟ طبعا اذا ممكن كورد لا نظراتك ميت فيها عني انا لا تخبيها
انت الاغلى بحياتي، كل كلمه انا بعنيها ريت تسلم هالضحكي، وشفافك لما بتحكي وعيونك لما بتبكي بتضل تحكي فيها. برضو هاي الأغنية اللي خاصة لإلك برضو بلون جورج وسوف. إيه لا هي نفس إجت نفس ستايل الطابع. ستايل سوري يمكن أنا أعطيتك إياها سمعتك، بس إحنا عملناها ستايل سوري، إجت فيها تشاهيل سورية وكذا، بس أغنية حلوة يعني. من مين تأثرت من المطربين في العالم العربي غير جورج وسوف؟ بحب أسمع فضل كتير، فضل شاكر وائل جسار، بحب قلت لك حكيم بحب أغانيه حلوة، أغانيه بحب أسمع لحكيم. أنا بالبيت بسمع حكيم أنا والولاد، بحط لهم حكيم نقعد نلعب ويكون الرأس حلو. حكيم هو مطرب مصري. طبعا أحمد شيبة بحب أسمع له، تقريبا نفس اللون بغنوا التنين أحمد شيبة ستايل المصري. ستايل مصري معروف. في مصطفى حجاج مطرب كمان شاب مطرب بغني حلو، غنى أغنية أنا نمرة واحد نسويها مرات بالعراس حتى بيطلبوها مننا شباب. وانت بتشعر حالك انه نمره واحد انت؟ انا ما بقدرش، انا والله مره بقول علي حالي نمره واحد. اصلا عيب اجي اقول انا نمره واحد. اثنين ثلاثه لا 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 ولا نمره، انا عيب اجي اقول حالي نمره واحد ولا انا نمره واحد وانا مرات بغني اغنية اسمها انا نمره واحد. طب انت لقبوك امير الطرب؟ امير الطرب. انت بتأيد الالقاب؟ طلع القاب بعرفش الصراحة، أنا ما بجيش أقول أحد لو على عكر. وفي أنت ملقبينك أمير الطرب. طلع ألقاب ممكن للتسويق، ممكن كذا للشغل، للشهرة، ممكن هذا اللقب يعني على أساس أنه أنا بغني طرب. سمعوني كتير ناس بغني طرب صح، قالوا له والله طلع علي اللقب أمير الطرب. بتغني طرب يعني أنت مبسوط بهاللقب؟ مش عاطل. مش عاطل. بس أنا بفضل الفنان يوسف حلوة. يوسف حلوة بدون لقب احسن، ماشي. ولا نمره واحد ولا ليش ما فكرت بالمشاركه في برامج اللي في العالم العربي زي عرب ايدول، ذا فويس، شيء ما شاء الله انت كل المقومات عندك، عندك صوت، عندك انا مره حضور، عندك يعني مش ناقصك شيء. قدمت زمان قبل فوق ال 6 سنين، قدمت وطلعت متاخر يعني، وصلت على رام الله متاخر، كان الاوديشن برام الله، حتى قالوا لي يا يوسف فيقوني منهم، بقول يوسف في اوديشن اطلع مش اوديشن، حتى انا مش عارف شو يعني اوديشن. طلعت لغاد وصلت سكر مسكر، رحنا اكلنا كي اف سي، اخذت كي اف سي على البيت ضلت مروح. بقول لك انت كسول كسلان زي ما قلت انت كسول فعلا. كسول لانه محمد عساف برضو صح. لما راح على عرب ايدول بتعرف قصته. لك عقبات وصعوبات الطريق وشيء، لك قطع أكيد. كل الحواجز وكل مشان يوصل أكيد يعني، كان أكيد. عنده إصرار. بس برضو أنا بفهمك شغلي، البرامج هاي اللي عم تتساوى برامج تجارية يعني ما فيش حتى، وبأكيد لك الإشي إنه الشباب اللي طلعوا من بعد يعني ما كملوا لنا الشغل، شو عملوا لنا؟ طب شو رأيك بمحمد عساف؟ محمد عساف أحلى مطرب جديد طلع بالوسط الفني اخلاقا وفنانا وصوتا. شو بعجبك شو بعجبك بصوته لمحمد عساف؟ صوته مميز وبيغني كل الالوان محمد عساف، بعدين بني ادم متواضع يعني، بني ادم متواضع. انا بعرف ناس كمان قراب عليه كثير صحاب انا وياهم اللي بيحكوا لي عن تواضعه وعن اخلاقه ونيته صافي. طب سؤال بس بصراحه، هيثم خلايلي صاحبي، امير دندان كمان، محمد عساف، هذول ثلاثه انو منهم بتشوفوا المفضل من ناحيه صوت؟ صوت أمير دندن ما شاء الله عليه بجنن، صوت 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 ما شاء الله عليه مخيف، صوت بجنن، عنده عرب مميز بصوته، صوت نظيف، صوت نظيف وهيثم بجنن. ثلاثة خلينا مش الثلاثة اللي ذكرت لك إياهم، أمير دندن، محمد عساف، وهيثم خلايلي، خلينا نرتبهم أول ثاني ثالث. انا مش مهم، خليك معي بدك تعلق، خليك صريح. لا انا وامير اصحاب، خليك صريح، برنامج صراحه، انا وامير اصحاب كثير،
أنا تعرفت على أمير عن طريق ابن عمه عبد دندن، كمان موجه له تحية. عبد صوت بجنن ومطرب، اشتغلنا مع بعض وإنسان عزيز كمان بوجه له تحية. هو اللي عرفني على أمير يعني شخصيا، وهيثم أنا ويا أصحاب من زمان من أيوة. زمان كتير تلاقينا مع بعض وكمان أنه مرتبة أولى ونتشان وثالثة. لا مش راح أقدر، مش راح تزبط، مش راح تزبط. كل 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 مطرب منن له ستايل معين، مش راح ينفع اجي ارتب واحد اثنين ثلاثة. صعب صعب يعني، فيش بدكش تحركها شوي يعني. لا لا صعب صعب. طيب صفة بارزة فيك انت بتعتز فيها، يعني صفة حلوة فيك بتعتز فيها، وصفة مش حلوة فيك وانت حابب تغيرها. صفة حلوة انه قلبي طيب، قلبي نظيف حليب. منيح الواحد يكون في الايام هاي قلبه طيب؟ منيح ومش منيح، منيح ومش منيح يعني الحمد لله، بس كله مع ربنا. وشو الصفة اللي فيك انت بدك تغيرها مش حبيبها؟ بتعصبن اولا، عصبي بتعصبن بس مش من قلبي يعني. مش من قلبي يعني، بتعصبن وبسرعة بتروح. بتعصب وكسول. كسول، هاي قصة الكسل. كسول فنيا، كسل فنيا. طيب بس إن شاء الله. خلينا نعود للفن والطرب. يوسف حلوة راح سمعنا. شو سمعنا إسا؟ دقيقة هنا. يلا تفضل. يلا جرحونا برمشها عيني عين وكلامهم مزينا، سألونا نبقى مين مين قدمنا نفسنا. جرحونا برمشها عيني عين وكلامهم مزينا، سألونا نبقى مين مين قدمنا نفسنا. صحنا اللي القمر ما عارفش يذلنا، ناس طلعوا القمر وقمرنا ذلنا. سير انت الحب نوى جاية الا من السما، ومعها احلى نسمة للناس المغرمة، للناس المغرمة. سير انت الحب نوى جاية الا من السما، ومعها احلى نسمة للناس المغرمة، للناس المغرمة. ورا الحب تلقى وجود الدنيا حلوة، وندقي قلبي بها عايش كي الحب شكوى. ورا
الدنيا حلوة وندق القلب بها عايش الحب شكوى دور على الحب تلقى وجود الدنيا حلوة وندق القلب بها عايش الحب شكوى دور على الحب تلقى وجود الدنيا حلوة ويدق القلب بقى عايش كل حب شكوى بس احنا اللي القمر معرفش يزلنا ناس طلعوا القمر وقمرنا زلنا الله عليك حبيبي والله على الفنان مهيب محمد مهيب عثامني فنان ما شاء الله انتوا مع بعض يعني عارفين هوا بعض يعني طبعا اكيد ابو كريم يعني غني عن التعريف واصدقاء وحبايب طبعا طبعا حبيب قلبي إيه انت شخصيه جريئه حبيبي الله يسلمك عرفناك وصريحه شكرا لك هسه بدي اسالك عن فنانين فنانين ليه ناس نغلط لا لا تغلط شو الغلط فيه نسألك عن فنانين وكل فنان بدك تقول عنه كلمتين على السريع يعني يلا فهمت علي من عندنا من هون نبدا بفنان عكا يلا سهيل فودي المطرب سهيل فودي المطرب سهيل فودي ترك الزمن استاذ الجميع استاذ الكل بالاخلاق والادب وفنان واخو صديق عزيز ومن الناس اللي اعطوني بوش حلو أول ما بلشت خير فودي أخوي خير حبيب قلبي أحلى ملحن وبكتب أحلى كلمات وألحان بجنن خير وإحنا أصدقاء أولاد بلد وحبايب وبس نتلاقى مع بعض من مد ضحك يا سلام إيه علاء عكر كمان صديق وحبيب وأخوي وعلاء فنان مميز مميز طبعا أكيد إبراهيم خليل اليوم حكيت معه الصبح اليوم صبع علي قلت له انك جاي عندي؟ إيه لا صراحة لا, لا. حبيب قلبي برهوم هو كان عندي كمان صديق وحبيب واشتغلنا مع بعض كتير وابراهيم من الناس يعني اللي انا وياهن كتير كنا اصحاب مع بعض وبلشنا مع بعض فكرة ابراهيم كان يعزف لي على العود كنت انا اغني طلعنا مرة حفلة بلشنا حفلة هيك واحنا كنا اولاد صغار بعدنا كان هو يعزف لي وانا اغني بعدين صرنا نغني التنين مع بعض علاء عزام إيه كمان فنان علاء غني عن تعريف عازف عود مخيف صوت بجنن حلو هاني الروبي ابن مدينة عكا ابن بلدك هاني الروبي ابو مهند عكيفك وفنان محترم واشتغلنا مع بعض انا بلشت بداياتي كنت بالشموع الذهبي مع الفنان هاني الروبي اكيد الياس جوليانوس الياس فنان مميز كمان صوته حلو فنان خلوق ومجتهد فنان ناجح الياس عطلة كمان فنان بيغني أغاني طربية حلوة كتير كلهم عندك ملاح ما شاء الله طبعا أكيد بيوليت سلامي كل واحد له الستايل تاعه بيوليت سلامي بيوليت سلامي فنانة عالمية بتغني عندها مقدرة صوتية خاصة كلتوميات مخيفة وفنانة رائعة وبتجنن ومحترمة وعلى فكرة ساعدتني فترة مرة علقت بشغلي حلو بحفلة واضطرت انه تبعت لي عازف بيشتغل معي ومعها واضطرت انه تبعت لي اياه معها من ذوقها واخلاقها المطربة أصالة يوسف كمان صوت جبلي بجنن بجنن طبعا المطربة دلالة أبو أمني أصالة الثاني أصالة الثاني حلو التاني. نانسي حول مطربة نانسي حول كمان احساس بجنن احساس حلو بجنن وفنانة حلوة بتجنن يعني صوتها حلو في مطربة جديدة شاب جديدة هيك بتغني وبتلحن وبتعزف على الجيتار اسمها المطربة الشابة سما شوفاني من الناصرة الله يوفقها هي ولا مرة سمعتها الصراحة بس يعني بتمنى لها النجاح يعني لكل بني ادم عنده صوت حلو ومقومات مطرب حلو او مطربة ان شاء الله الله يوفقني يا رب جميعا المطرب عصام قادري ابو علي حبيب قلبي ابو علي ابو علي فنان
جدا مميز وعلاقتي فيه كثير حلوه. لا هو ساكن بعكا. ساكن بعكا هو ساكن بعكا، هو اصله مش من عكا بس ساكن بعكا، بس تربطني علاقه فيه كثير طيبه، نتلاقى مع بعض مرات عند دكتور الدينين. يا سلام. وديع شوفان المطرب، وديع شوفان ابو عطا الله كمان مطرب مميز، عنده صوت خامه صوت رائعه. المطرب سمير ابو فارس كمان استاذنا وحبيبنا الله يوفقه. المطرب يعني. خالد دندن كان تتذكره اكيد طبعا ايام العز. الا طبعا ابو الفنان امير دندن. اكيد. امل مرقص. امل استاذتي والله مجنن مجنن. امل مرقص فنانه رائعه وعندها نوعيه غناني اغاني حلوه يعني وصوتها جدا مميز. المطرب امين كيوف حبيب قلبي امين اكيد صعب وكثير حبايب تلاقينا مع بعض كثير بحفلات. صوت جبلي حلو. صوت جبلي صوت جبلي المطرب زهير فرانسيس. زهير نجم. نجم نجم نجم. ليش نجم؟ انت قلت عنه نجم بس طبعا زهير صار له زمان كثير يغني. احنا على فكره احنا اول ما بلشنا كنا بالمدرسه كنا نسمع زهير. زهير وسام حبيب كمان احنا كنا بالمدرسه بدنا يعني نعرف كل ما يعطيك السعر بغلى. اكيد اكيد بجنن الله يوفقه يا رب. وفنان محترم ومجتهد وبحافظ على فنه والله يوفقه يا رب. طبعا تحياتنا الكبيره للفنان زهير فرانسيس. اكيد حبيبنا. اكيد للجميع احنا بنحبه ان شاء الله وكمان تستضيفه ببرنامجك ان شاء الله. اكيد اكيد راح اكون عندنا قريب ان شاء الله قريب. لبنى سلامة المطربة. لبنى سلامة لبنى بتجنن رائعة ومطربة قديرة وغنينا مع بعض بحفلة بأبرص مع بعض. والله انت وياها عندها بتغني كلتوميات وطرب اشي تقيل صوتها كتير رائع. نبيل عوض المطرب. نبيل عوض حبيب قلبي انا كمان اشتغلت مع الفنان نبيل عوض. هذا شيء مخلي حدا اللي مشتغل معاه انت بالبدايات. طبعا كنت اشتغل اطلع مطرب اغني اول الليل جورج وشويه فرانكو. يعني جيلك صغير مش ملحق عليهم كلهم. الحمد لله اشتغلت مع الكل ما شاء الله. ما هو طبعا بدك تتعلم شو شغله الاعراس بدك تشتغل. اشتغلت مع فلان اشتغلت مع فلان. حلو. على فكره كمان الفنان سهيل فودي كان يبعثني مع الفنان نبيل عوض يعني اطلع حفلات معه. هسه بدي اسالك سؤال، في حدا من هالفنانين اللي ذكرناهم دعمك وانت شاعر انك بدك ترد الجميل؟ اكيد لا. لكل بني ادم ولو قال عني كلمه حلوه يعني بمنن له كل التقدير وكل الشكر يعني. مين اعطيني اسم مين؟ جميع الكل يعني بديش اذكر اسم وانسى حدا يعني. يعني كثير فنانين يعني قالوا لي دبلوماسي ومجامل. ما هو انا بقول لك صراحه يعني ما بحبش ازعل حدا. فيش فيها زعل يعني. عندك كلمه حلوه احكي ما عندكش خلص هيك بس يعني. بدك يعني واحد كل واحد شكرا من اللي دعموك. اكيد للكل 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 للجميع يعني. انا جميع حبايبي واخوتي حتى في ناس حتى اللي على القليل قال صوت يوسف حلو بتشكره اكيد طبعا. ماجد عزام يا حبيبي ابو يوسف كمان اشتغلت مع الفنان ماجد عزام. الله اكبر الله اكبر. طبعا اكيد ابو يوسف يعني علم. وعلى فكره كمان اجد لك شغله، الفنان ماجد عزام غنى بعرس ابوي وامي. يا سلام. بعد 30 سنه اتلاقيت انا وياه واشتغلت معاه عرس وقلت له انه انا انت غنيت بعرس ابوي وامي. بدي اكمل فيهم بشتغل مع الكل. انت مع الجيل الصغير مع الجيل الكبير طبعا. المطرب المخضرم المغترب ابراهيم عزام. طبعا اخو الفنان ماجد عزام كمان. أيوة. حضرت له انا طبعا كم مره مره بالقاء. ما اشتغلتش معاه؟ لا لا كان ببريطانيا كنت بعدني مش خلقان انا. الله يسعدك حبيبي. الله يسعدك يا رب. المطرب حميد ابو ليل. طبعا مطرب حميد ابو ليل مطرب بيتميز بلون حلو كثير وانا بحبه شخصيا كانسان قبل فنان. اشتغلت معاه؟ لا 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 بس اوكي حبيبي خلينا نعود يلا للطرب والفن. شو بنغني؟ ويوسف حلوه ومحمد عثامنه سيتحفونا كل جمهورنا في قناه هلا الفضائيه. حبيبي تفضلوا. بعيد عنا يلا ريم مين نسيت النوم
نسيت ليالي وايام، نسيت النوم واحلام، نسيت ليالي 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 وايام، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غيري طوب احباب ومعاها بعيش بعيد عنك، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غيري دوم احباب ومعاها بعيش بعيد عنك، غلبني الشوق غلبني غلبني غلبني، قولي للبعض داوبني داوبني داوبني، ومهما شوق حيرت ومهما شوق استطعني لا طلب ولا الأيام بتبعدني بعيد عنك. الله الله حبيب. برضو هاي غناها جورج وسوف الأغنية؟ طبعا أكيد، لا أم كلثوم يعني بشوف أنه كل شيء غناها جورج وسوف أنت برضو بتغنيه. طبعا أنا بالسيارة بسمع أم كلثوم، عبد الوهاب، جورج، بسمع فضل، بسمع حالي أنا صحيح أغلاطي كتير. بتحب السيارات؟ سيارة تقودني وتجيبني. يعني نيها، بس مش من المجنون بالسيارات، مش بحب مجنون. سيارة تكون مرتبة نظيفة منيحة، توصلك لعكا وترجع للطيبة. يا جبتني لعندك اليوم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إلك تجربة في غناء دويتو أنت وصبية إيش؟ ولا مرة. في لا. فكرة من هالنوع؟ ما لك زي مشو. أها. تقتلني. أنا أسألك متجوز. لا بمزح، ولا مرة إلي كان، بس إن شاء الله إن شاء الله بشرفني يعني. هل أنت نادم على إيش عملته بحياتك؟ ولا مرة. ندمان عليه؟ والله ما ندمان على إيشي. مش ندمان. هل هناك منافسة بين المطربين والفنانين؟ فيش منافسة بينكم؟ هو لازم. حفلات أكثر. لازم لازم يكون منافسة، منافسة بناءة. يعني بالعكس لازم يكون منافسة بين المطربين، بس طبعا أنا بعرف وين أروح، وين أحط حالي، بأي حفلة أطلع، بأي حفلة ما أطلعش، كله بتعلق في شروط. يعني أنا عندي شروط للحفلة، واحد اثنين ثلاثة، طبعا مش لا سمح الله أنه أنا بتكبر ولا إشي. وين معظم حفلاتك؟ وين أكثر إشي مطلوب تغني؟ الحمد لله بكل البلاد بشتغل. يعني كل البلاد، يعني عندنا بمنطقتنا بعكا وضواحيها، بالقدس، بالناصر كتير. هاي السنة عندنا الليد، رملي، يافا. حلو. الحمد لله بالقدس، في بالخليل بيجينا، طبعا بيجينا تلفونات بالسبع، بير السبع. الحمد لله. الحمد لله. خلي محل الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس طبعا بتقدرش انت كل حفلة تشتغلها. في شروط معينة، في معك فرقة، في معك التزامات، إذا بتقدر أنت توقف الالتزامات ما بقدرش. مرات تقول هاي الحفلة بديش أطلع يعني. أكيد صح. لا لأسباب يعني مرات كتير. ترفض حفلات معينة. لأسباب كتير طبعا. شو الأسباب؟ ممكن أنا ما أكونش مناسب لها الحفلة، أو بالعكس تماما. أو حس حالي أنه أنا مظلوم من ناحية سعر مثلا للناس كذا، او مش اشي ماديا، اشي بتعلق. طبعا انا طالع على شغل،
فعش أنا أطلع أرجع على البيت فاضي. مهم جدا تكون برضو أكيد أكيد طبعا. هو إحنا نشتغل بالأعراس يعني موسم الأعراس أو الحفلات يعني ما ينفعش أنت تطلع تشتغل حفلة وتروح ما فيش. الله يخليك. طب هسا بدي من كل هالحفلات تعملهن في كل البلاد بدي نهفات ونوادر حد حدثت معك خلال حفلاتك على مدار السنين الطويلة. وأنا طبعا مثلا رايح على حفلة أو شيء رايح حفلة ولا روح من حفلة ولا بالحفلة نفسها عملت حادث وانت رايح على الحفلة؟ عملت حادث مرة احكي لنا. طالع على حفلة أنا فتت على محل معين رمزور عملت حادث. الجماعة اللي كنت قدهم اتصلوا قال لك يوسف بطل يبين أبصر شو. المهم بعتت مطرب تاني محلي لساعة ساعة ونص قبل ما أنا اجيت على الحفلة. رحت على الحفلة بعد الحادث؟ رحت على كنت شغال حفلتين نفس اليوم يعني حفلة بالمغرب وحفلة بالليل. فوصلت على البيت يم خالص. يعني حادث كان بسيط مش هال حادث نص نص يعني نص نص. بس الحمد لله يعني بس كنت لازم تتواجد بالحفلة. أكيد أكيد ما الناس أنت لازم لازم تأخذ مسؤولية طبعا هذا شغل مسؤولية. ناس مسكر معك على تواريخ حفلات أو شغل لازم تلزم بالتاريخ اللي ناس عطتك إياه واحترمتك فيه. طب هل تعتقد إنه كل مكان الفنان ناجح ومشهور وعنده حفلات بيكون معرض للنهش والطعن؟ أكيد أكيد أكيد. هو البني آدم العادي يعني تشعر هذا الإشي عليك يعني بحالك يعني طبعا أكيد طبعا. بني آدم عادي من غير ما يكون ولا فنان ولا مطرب معرض ل حتى البني آدم العادي يعني كذا طبعا أكيد كيف ما يكون فنان ومشهور أكيد طبعا بتعرض لكتير شغلات مش مزبوطة أو شغلات بس طبعا الحامي ربنا يعني الحمد لله. ما هي العوامل اللي ممكن انها تحبط من عزيمتك او بتضايقك؟ شو اكثر اشي بضايقك؟ انه يتهموك باشي مش انت مش عامله. وصار اشي هذا معك؟ صار اتهموك في شغلات انت مش عاملها؟ كتير ظلموني والله. كتير كتير بقولوا مثلا يوسف سوى عمل كذا عمل كذا يوسف عمل كذا بس انا ما كنتش يعني ما حتى ما اعرفش بالخبر يعني او ما اكونش بال مش عارف شو عم بيحكوا. بتصير يعني بس واحد لازم يتقبل انت معرض لهي ضريبة المطرب او الفنان ضريبة الشهرة طبعا طبعا ضريبة يعني بس الحمد لله اللي بتكل على رب العالمين والله مرة. طيب خلينا نعود للفن والطرب يلا سمعك موال وسمعونا ايش حلو موال حلو سمعك موال لهاي الشغلات اللي عم بتصير تفضل يلا بيتلا يا عالم ربنا ما جيتش مرة زعلت حن بعمل مش هنا لو جيت في مرة ظلمني حن يا عالم ربنا ما جيتش مرة زعلت حن باوي مش هنا لو جيت في مرة ظلمني حن لا كلام حين فعلى الندم أصبح فيه إلزم حدودك لو صعب مصر الصعيد لكلام حينفع على الندم أصبح فيه إلزم حدودك لو صعب مصر الصعيد ألف شكري للظروف والأيام خلتنا شوف يوم ما حفتك انت فاتر
وش حخلي لحد خاطر، واللي عنده حساب يجيبه، واللي وقت الشدة سابني يبقى يقعد ويحاسبني، حقي حاخده مش حاسيه، الايام بتروح وتيجي، واللي عايز بكره عيني مش حيلاقي غير ما فيه، واللي ناسى مايله فيا عندي لي مفاجأة وهدية، والجميل ما بيتنسي. شكرا. الله الله الله، هاي اللي غنتني مصري. مصري مصري لمين؟ مين بغنيها؟ المطرب احمد شيبة. احمد شيبة احمد مطرب شعبي اللي غنى لو لعبت يا زهر. طيب، هل الفن يضمن العيش بكرامة، ولا في عندك شغلة تانية اللي كلا ثم كلا نفعش؟ لا أكيد كمان شغلي، يعني الفن لحاله ما بطعم خبز. لا لا لا، صعب صعب. الإنسان كمان متجوز وعنده التزامات، صعب كتير. لا، في عندك مهنة ثانية غير الفن؟ الحمد لله بشتغل بشركة ومرتب أموري، وأنا مدير حسابات، تعلمت اشتغلت كمان فترة بالحسابات، وحاليا بشتغل أنا بشركة يعني الحمد حلو. لله أنا وجوز أختي. إيه، أنت تعلمت الموسيقى والعزف على العود، هل مهم إنه الفنان والمطرب طبعاً يكون عازف على آلة معينة؟ طبعاً طبعاً، يعني إذا شفت أنا ومحمد بقول له طبقة صوتي، هل ما فيها إنه المطرب لازم يعرف طبقة صوته، بس مش يعرفها بالكلمة، إنه مثلاً لا، أو لازم يعرف إنه أي مقام عم بيغني هو وأي تحويل. لا محمد لازم يعرف تحويل، مثلا تعال نقول اسا غنية الموال بيت، لا لازم يعرف يعني شو الرست تاع لا، يعني هل ما فيها انك تعرف شو، لانه بيعطيك بقويك تكنيكيا انه تعرف وين انت بتغني، اي مقام اي طبقه، مهم جدا انت بتعرف يعني تتخرف مع الفرقه على المسرح شو بدك تساوي. طب هواياتك المفضله عندك غير الفن والموسيقى؟ الرياضه، بحب الرياضه، مرن شوي. السباحة، حديد سباحة، أكيد سباحة. يعني بتصيد صياد سمك هناك مدينة عكا؟ بنزل أنا والوالد، يعني أنا والوالد بتصيد، وأبو كريم يدي يجي معانا إسا كمان. والله حلو. أبو كريم إسا عشان الكورونا ينزل معانا يتصيد. يعني أنت برضو غير الموسيقى تعلمت موضوع الحسابات؟ يعني موضوع ما خصوش بال بس الموسيقى. واشتغلت في الحسابات اليوم؟ يعني اشتغلت فترة ووقفت يعني، ونقلت على شغلي تاني الحمد لله، لانه كان في اسباب يعني ماديا وكذا، اضطريت اشتغل بمحل تاني. بتعرف ان البني ادم متجوز وعنده مسؤوليات غير عن بني ادم عزابي او بني ادم فيش عنده مسؤوليه بالمره. طيب، لا يمل منك حبيبي ابو فادي، لا يمل منك محمد، بنملش عن جد، ما شعرناش بالوقت حبيب قلبي، الله يسلمك، انتهى الوقت. ولا وانت طبعا. بدي بنهاية البرنامج توجه كلمة لجمهورك، لشعبك، أي شيء عبر كاميرا قناة هلا الفضائية، وجه كلمة لمين بتحب؟ طبعا أول شيء أنا باسمي يوسف حلوي، تشكر أخوك الصغير متواضع، بشكر قناة هلا على الاستضافة الحلوة، لكل الناس اللي بتحبني، أصدقائي وحبايبي والجمهور الحبيب، وإن شاء الله دائما نلتقي بمناسبات حلوة، وان شاء الله يا رب احنا بهاي الظروف الصعبه، بظل ظروف الكورونا اللي قاعدين فيها، فيش عم نشوف الحبايب، يعني يسالوا علي بالتلفون وانا بسال عليهم بالتلفون. حلو. الاصدقاء حلو المقربين، يعني اغلب الناس اللي انا بشتغل لها راس كذا وحفلات، يعني بتربطني فيهم علاقه كتير قوي، وانا انسان اللي بحب الناس الجميع، يعني الحمد لله. انت انسان متواضع، عادي، انسان عادي زي غيري، متواضع يعني انت لله. انسان متواضع حبيبي، وانا بعرف ان الكل بحبك حبيبي الحمد لله، واهم شيء بنجاحك هو تواضعك حبيبي، ما هو محبه الناس، محبه الناس من محبه رب العالمين الحمد لله. طيب، شكرا حبيبي، شكرا استاذ محمد، شكرا وهيب عثمان، شكرا لكم جميعا. وإلى هنا أعزائنا ومشاهدينا في كل مكان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المميزة من برنامج العندليب مع ضيفنا الفنان المحبوب يوسف حلوي من مدينة الأسوار التاريخية مدينة عكا، ورافقه بالعزف على الأورج الفنان المبدع محمد مهيب عثامني من قرية كفر قرع. وأشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه الحلقة المميزة، وتابعونا بحلقة جديدة من برنامج العندليب كل أسبوع مع فنان جديد ومسيرة نجوم كلها تشويق وتميز،
ومن طاقم البرنامج ومني سامي عبد القادر كل التحية والمحبة وإلى اللقاء. سرنت الحب نوى جاية من السماء ومعها أحلى نسمة للناس المغرمة للناس المغرمة. سرنت الحب نوى جاية من السماء ومعها أحلى نسمة للناس المغرمة للناس المغرمة. ورا الحب تلقى وجود الدنيا حلوة وندق قلبي بينا نفهمين مين قدمنا نفسنا جرح وكبر مش عيني عين وكلامهم مسينا سألونا نفهمين مين قدمنا نفسنا سحنا للقمر معرفش يذلنا ناس طلعوا القمر وقمرنا ذلنا وأحلام نسيت ليالي وأيام نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي 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 وأيام بعيد عنك حياتي عذاب تبعدنيش بعيد عنك قاريش غيري ومحبب ومعاها بعيش بعيد عنك بعيد عنك حياتي عذاب تبعدنيش بعيد عنك ماليش غيري دوم احباب ومعاها بعيش بعيد عنك غلبني الشوق غلبني غلبني قولي للبعض دوبني 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 ومهما الشوق حيرت ومهما الشوق استطعني لا طلب يغيرني ولا الأيام بتبعد